مطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم عن اجتماع حصل منذ سنوات في أحد اللقاءات في أحد الجمعيات العمومية اللي أنا كنت عضو فيها. وفي الاجتماع ده كان مفروض نختار أعضاء مجلس الأمناء اللي هنمثل هذه المؤسسة على مستوى العالم. وحدث يعني نقاش كبير، لأن القطاع الخيري الإنساني والقطاع الخيري الاجتماعي في العالم العربي والإسلامي ما زال يحبو في عملية الحوكمة والشفافية والمرجعية والمحاسبة والأسف يعني. وما زلنا في كثير من المؤسسات نعتمد على أهل الثقة وأصحاب الصداقات وأبناء العائلات والتعيين بالتليفونات والأسف يعني. وده مازال يحدث الآن حتى في الغرب، لم نفتح في الغرب مؤسساتنا على الخارج لكي يستطيع المجتمع أن يشارك فيها بترشيح بعض من أبنائه أو بناته ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة في داخل هذه الجمعية. وأنا صراحة يعني منذ سنوات عديدة وأنا بأطالب بأن يكون في داخل مجالس الإدارة هذه نوعين. النوع الأول المرأة وأن تمثل تمثيل رائد، وهذا ليس له أي علاقة بالغرب أو أننا عايش في الغرب لكي لا يؤولوني ما لم أقول، لكن شيء أنا مؤمن به، لأن كانت المرأة عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يدا بيد مع الرجل. الأمر الثاني الشباب، لأنهم وقود بناء المستقبل داخل المجتمع. لكننا ما زلنا مؤسستنا ذكورية وما فيهاش شباب كذلك، وذكورية وسبعينية أو ستينية أو تمانينية، يعني معنا الناس اللي فيها في السبعينيات أو الستينيات أو التمانينيات من أعمار. وكان أحد الأعضاء أخت فاضلة، يا خلاص يعني أدت مدتها وحبت تمشي، فأنا خطبت خطبة عصماء فيها عشان ترجع مرة تانية ولهذا المجال وتكون هي يعني ايه في داخل المجلس او ان شاء الله تكون رئيسة المجلس يعني. وحدث انها اقتنعت الحمد لله وخرجت من الاجتماع وانا سعيد ياي وكأني ماسك الهواء بايديا، زي ما كان عبد الحليم حافظ بيتكلم في بعض الاغاني اللي كان بيغنيها وطاير فوق السحاب الى اخره الى اخره. وفي هذه الليلة بعد حوالي 7 أو 8 ساعات علمت أنها لم تنتخب كرئيسة، فزعلت جدا وأحبط، لأن كان هدفي أن تكون عندنا رئيسة امرأة لأسباب كثيرة لن أخوض فيها الآن. على العموم أنا بس عرقت معكم بهذا التعليق ليه؟ لأن هوريكم ماذا حدث في داخل نفسي الأمارة بالسوء. نظرت إلى الرجل الذي انتخبوه وبدأ الشيطان يوسوس لي وسوسات سيئة وحقيرة وواطية وقد تخرجني من ديني، لدرجة أننا في بعض هذه الوسوسات التي وسوسها الشيطان لي في أذني، الشيطان يقول لي يا رب يموت استغفر الله العظيم يا رب، يا رب يعي استغفر الله العظيم يا رب، يا رب تحصل. تخيلوا تخيلوا الشيطان بيأتي لنا بهذه الوساوس الحقيرة التي قد تجعلنا أقرب إلى الكفر من الكفار نفسهم وأقرب إلى المعصية من العصاة نفسهم. فحاولت أقاوم نفسي مرة أخرى وتانية وتالتة، ففي وردي عملت حاجتين. الحاجة هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كل يوم عدد من المرات. أما الأمر الثاني واللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين امنوا، لان عايز اصرف عن نفسي هذا الشيطان. تخيلوا ايها الاخوه والاخوات ان هذا يحدث في جمعيه، فما بالك لو احنا مسكنا بلد او مسكنا بلد كبيره وعظيمه الى اخره، مسكنا ربنا سبحانه وتعالى قلدنا الامور تحكم فيها في مقدرات الشعب والشعوب الى اخره، كنا هنقتل الناس، كنا هنشرد الناس، كنا هنعذب الناس، كنا هنعتقل الناس،
يعني شفتوا قد ايه الشيطان في حاجة تافهة في جمعية، اتاني الشيطان يحبو ويلف حولي ويحاول اصطيادي بشرانقه ووسوساته، ها، حتى لا اتمنى الخير الى اخي اللي هو افضل مني والذي انتخبه المجلس الى اخي. وارجوكم ايها الاخوات والاخوات، حذاري حذاري حذاري، ان كان الاختيار على غير يعني هواك خلاص اصبح اختيار واختاروا الناس، فلنرضى بهذا الاختيار، ولكن ونحن نرضى بالاختيار علينا ان نستعذ بالله دائما وابدا من الشيطان الرجيم، وعلينا ان ندعو لاخواننا ونكون معهم لنحافظ على وحده المؤسسات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بارادتها. وهذا لا يوجد فيه ما تقرؤونه من نظريات وسياسات واطر، نجد ان السياسات والنظريات والاطر اللي تقروها جافه، لان كتبها ناس مخلصين لكنهم يؤمنون بالتأطير والتنظير ولا يؤمنون بمعالجة النفوس ومعالجة الأرواح ومعالجة المواقف التي علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إيانا كيف يعالجها. ففي كفة نؤمن بالنظريات، وفي كفة أخرى نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وندعو لإخواننا بأن لا تزول النعمة لهم أو لا يصابوا بمكروه. وأنا دائما دائما وأبدا نقول في هذه الأعمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لا تجعل لنا في قلوبنا غلا على إخواننا وأخواتنا والذين أمنوا، حتى من غير الذين لم يؤمنوا ويصبحوا مسلمين، إن كانوا أصبحوا يعني مسؤولين عادلين أقوياء يخدمون الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.